ياسمين عبد العزيز الفنانة رقم واحد في مصر، يسرى الفنانة رقم واحد في الوطن العربي. اللي بعمل يدخل عمال يعيط، انت هتسيبينا ازاي و... حاجات بقى كده بقى. واحمد واديني ان انت تكملي. فكرني كده ملامسات، بحبك يا احمد، بحبك يا ياسمين، بحبك يا احمد، بحبك يا ياسمين. ده اول قال ده كانت اول مره. انا دلوقتي الراجل ده عنده 75 سنه ولا عنده حاجه و70 سنه، وبعت لي مع دكتور تاني. هو لما كتب كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مكملين مع حضراتكم في تغطيه حلقه ياسمين عبد العزيز والفنان احمد العوضي مع الاعلاميه المتميزه منى الشاذلي. طبعا كلنا شفنا في الحلقه تصريحات ياسمين عبد العزيز بخصوص الطبيب المعالج ليها، لكن انا بختلف مع ياسمين عبد العزيز في الراي في النقطه دي تحديدا، وهنناقش الموضوع ده مع حضراتكم في حلقه النهارده. مش بس كده، هتكلم مع حضراتكم عن البوست اللي كتبته ريهام حجاج بعد عرض حلقه ياسمين عبد العزيز، وليه ياسمين عبد العزيز ما اتكلمتش على بوسي شلبي ولا ريهام حجاج. وهعرض على حضراتكم كمان في حلقه النهارده تصريحات الفنانه ياسمين عبد العزيز بخصوص الفنان احمد العوضي. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها في حلقه النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مره بتشوفونا، يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. قبل ما ابدا حلقه النهارده بعتذر لحضراتكم عن صوتي لانها تعبان شويه، فمعلش استحملوني الكام حلقه اللي جايين دول. اول خبر هتكلم مع حضراتكم فيه واللي لفت نظري هو تعليق الفنانه ياسمين عبد العزيز على الدكتور اللي تسبب في المرض بتاعها او الخطا الطبي اللي تعرضت له. ياسمين عبد العزيز امبارح في اللقاء التلفزيوني اللي عملته مع منى الشاذلي كانت بتتكلم تحديدا وبتقول اللي ربنا شفى عنها وعفى الله عما سلف. مش بس كده، اكيد حضراتكم عارفين لما ياسمين عبد العزيز اتعرضت لوعكه صحيه ودخلت المستشفى، في دكتور طلع على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب بوست بالتاريخ المرضي لياسمين عبد العزيز، والمفروض ان الدكتور ده تحول النقابه وتحقق معاه عشان هو نشر التاريخ المرضي لاحد المرضى اللي كان بيعالجهم. لكن ياسمين عبد العزيز طلعت وقالت ايه؟ ان الدكتور ده كان صديق للدكتور اللي كان بيعمل العمليه لياسمين عبد العزيز، وياسمين عبد العزيز كانت رافضه ان هي تقول اسمه، بتقول الحمد لله ربنا شفاني ومش هتكلم في الموضوع ده ومش هرفع قضيه عليه. امي على الدكتور، لانه هو في حد قال تاريخك المرضي، ما هو ده مش من حقه. ما هو ده صديق الدكتور اللي عمل لي العمليه، دي في حد ذاتها جريمه، هو مش من حقه انه ينشر طبعًا يفشي طبعًا تفاصيل المريضه. طيب انا دلوقتي الراجل ده عنده 75 سنه ولا عنده حاجه و70 سنه، وبعت لي مع دكتور تاني. هو لما كتب كده مسحها بعديها على طول. الناس صورته واخدته ونزلته في المواقع، فاهمه حاجه؟ طب راي الجمهور في الموضوع ده ايه؟ راي الجمهور منقسم لاثنين، في ناس بتقول لا لازم ياسمين عبد العزيز ترفع قضيه، وفي ناس ثانيه بتقول لا عفى الله عما سلف وهم بقوا كويسين خلاص. بس انا عايز اقف مع حضراتكم في النقطه دي تحديدا ونتكلم كده شويه بالعقل. هي المشكله اللي حصلت مع ياسمين عبد العزيز يا جماعه مش وارد تتكرر مع واحد تاني. اتكلمت مع حضراتكم في اكتر من حلقه وقلت ان المشكله دي وارد جدا اي حد يتعرض لها، وارد جدا ان الشخص ده يكون شخص عادي او شخص غلبان او شخص مش مشهور ويروح فيها ومحدش يسمع عنه حاجه. اذا كنا بنطالب ياسمين عبد العزيز اللي هي تتخذ اجراء، فبنطالب اللي هي تتخذ اجراء حرصا على الناس التانيه. مش عايزه ترفع قضيه، دي حريه شخصيه ليها، وانا بحترم ياسمين عبد العزيز في الراي ده طبعا. هي حره ومش عايزه تفتكر اللحظات دي او اللي مرت بيه، فدي حاجه ترجع لها. لكن على الاقل يا استاذه ياسمين تقدمي بشكوى لنقابه الاطباء عشان يتم عمل تحقيق والمخطئ يتحاسب، عشان الموضوع ده ما يتكررش مره ثانيه مع اي حد. واكيد حضرتك عارفه اللي انت كنت بتتألمي ازاي، ولما تعبتي واتصلت بالدكتور قال لك انت بتتدلعي. فكرت في حاجه يا منى، قلت ايه؟ طيب يعني هو الدكتور ده انا اعرفه، هو اللي مولدني في بنتي في ياسمين، انا اخدتها من ناحيه ثانيه، طب ليه انا ربنا سترها معايا؟ وليه انا بعد ما كنت خلاص بموت فمش هيبقى ان انا اروح ارفع قضيه، فاهمه حاجه؟ انت دلوقتي بتقولي قررت ان انت مش هتقاضي الدكتور خلاص. لا ما مش عارفه يعني، انا حتى كمان دلوقتي وانا بكلمك انا ما قلتش اسمه، انا ممكن اقول اسمه عادي. قسم عليه، في ناس هيقولوا لا لازم تاخدي حقك، لان ممكن يعمل كده مع ناس تانية وبتاع، وفي ناس تستوعب ان انت اخدتي انه انت ربنا نجاكي ومش عايزه حاجه غير كده. ما بصي، هو في ناس انا يعني ناس بقابلهم في الشارع وناس عاديه وبتاع، في ناس يقولوا لي لا انت لازم ترفعي عليه قضيه، ده لازم عشان هيعمل مع غير كده، وطبعا هم عندهم حق، وفي ناس يقولوا لي خلاص انت بقيتي كويسه. نيجي لتاني خبر معانا في حلقه النهارده وعلى البوست اللي كتبته ريهام حجاج
على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلقه ياسمين عبد العزيز. ريهام حجاج ببساطه كده يا جماعه كتب بوست فيه معناه ان الشمس بتشرق وبتغيب وكلام من هذا القبيل، يعني كلام عادي. الناس بدات تفسر البوست ده موجه لمين، لياسمين عبد العزيز واللي هي بتلقى حالها بالكلام. من وجهه نظر الخلاف اللي كان بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج وبوسي شلبي انتهى، هم كانوا بيلقحوا عليها بالكلام وهي كانت بتطلع ترد، واعتقد الفتره الصعبه اللي مرت بيها نسيتها كل ده. اما بالنسبه لمحمد حلاوه طليقها فدي فتره كانت في حياتها وانتهى. طب ليه ياسمين عبد العزيز ما اتكلمتش عن الموضوع ده في حلقه منى الشاذلي؟ لان سبق وقلت لحضراتكم اللي بوسي شلبي لما ياسمين عبد العزيز كانت تعبانه طلعت ودعمتها في احد اللقاءات التلفزيونيه، فما ينفعش ياسمين عبد العزيز تطلع تتكلم عليهم مره تانية. نيجي بقى للخبر برضو اللي كنت عايز اقف مع حضراتكم فيه، وهو تصريحات ياسمين عبد العزيز بخصوص احمد العوضي. لما قالت ان احمد العوضي كان بيبكي حرفيا وكان حاطط دماغه على دماغه وبيقول لها ما تسيبينيش وانت هتفضلي معايا وكلام من هذا القبيل، اللي بقى عمال يدخل عمال يعيط انت هتسيبينا ازاي وحاجات بقى كده بقى، واحمد وعديني ان انت تكملي. بس انا هنا تحديدا عايز ارجع مع حضراتكم بالمشهد لورا شويه، لما احمد العوضي شاف ياسمين عبد العزيز لاول مره وقال اللي هو قرر اللي هو يرتبط بيها، وعلى اللحظه اللي قال احمد العوضي لياسمين عبد العزيز بحبك. انا برضو ست ملتزمه وكنت بادي شغل صحيت الصبح على صحيت انا صحيت الساعه 6 صحيت الساعه 6 لقيت يا جماعه الدنيا مقلوب في ايه، التليفون مولع عارف ايه يا جماعه، اصل احمد العوضي قال لي ياسمين بحبك وياسمين قالت له الاثنين حبوا بعض بصدق والاثنين وقفوا جنب بعض، عشان كده احمد العوضي ما تخلاش على ياسمين عبد العزيز. ولما طلعت شائعات اللي هو ما سافرش معاها لسويسرا كانت الشائعات دي بخصوص ايه، بخصوص التاشيره اللي ما كانش عارف ياخدها في التوقيت ده، لكن اول لما حصل على التاشيره سافر على طول لسويسرا ووقف جنب ياسمين عبد العزيز في محنتها، والحمد لله ياسمين عبد العزيز رجعت مره تانية ووقفت على رجليها. كانت تجربه قاسيه جدا لكن الحمد لله عدت بحلوها ومرها. انت في دور عند ياسمين عبد العزيز بس ظابط يعني، وانت قلت انت مش هتعمل ظابط، قلت له لا انا هعمل ظابط عادي هعمل ياسمين هعمل ظابط، فبجد والله قلت لهم والله العظيم بجد هعمل ياسمين ظابط يعني. تمام قاعد انا هنا عشان الزنقه تبقى قاعده هنا تبقى معايا انا بس والله العظيم. فالمهم فايه وانت انا قاعد هنا فهي متدخل مفيش الا كرسي فاضل حاطط خطه ما انا خلاص بقى تمام، فانا عايز اشوف بقى الحكايه دايره على ايه فالمهم فانا قعدت هنا فبقاش قدامها الا ده. وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. ايه راي حضراتكم في تصريحات ياسمين عبد العزيز بخصوص الطبيب المعالج ليها؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا، يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند، يلا سلام والسلام مش ختام.